بركة فيك، ربي يصبرك. عايشك بركة فيك، مسك حي. بركة فيكم يا ولدي، كنت في السود وحبر ما سمعت جيت باش نعزيكم. لا يوريك الرياضة، لا يوريكم صب. بس القاضي كانك تعب تروح البر. اخي انت من العائلة؟ العزاء واجب حتى على البراني. خليك البر خير من بالك. تجاور فترة الأخرى تنبع لخطة قلبه من غريب وتضليق باب العاقة. سامحوني. بركة فيك. مش تعمل ولدي؟ قاعدة نقوم بواجبي. جيت نعزي في واحد بوتوف كيما ناس كل يوم. ربي صبرك يوسف. هند تحضر لي ربتي الكحلة. عيشتها جديدة. عيشتها زي مدام. في شكون نعزي؟ يعني مازلت نقبل في العزي. نقيب يوسف اللي جانا هوني بو توفى. انت كيفاش عرفت؟ قريتها في جورنال الصباح. قاعد تكبر في الحكايه مالك. قلت لك شفتها تعلق فيه. وين شفتها؟ مشيت تعزي في يوسف يبوه يخلقيتها غالي. ايش المشكلة؟ احنا شو مدخلنا؟ هك تصوري قلوب لبعضهم يربح الثقة نتاعها وتوريه تصورنا وقتا نولي في العينين بوليسية انا وياك اكثر عبيد عندنا مصلحة في موت رجلها. امنت ما قتلتوش ولا انا، دونك معنا منيش نخاف. يوسف حيتو كل ذراعك اليمين، اكيد عنده تفسير للحكاية اللي يعمل فيها. سي سور تكتيك باش نوصلوا للحقيقة. في بالك كان واحد بجماعة اللي فوق يعرف فما علاقة بينه وبين الطفلة هذه شنو نجم يصير؟ مش كبرتوا الموضوع بكلمة علاقة شايف؟ شات له تعزي فيه في متبوه. فما كان القراب كانوا حاضرين. وانت شفت بعينك. نعرف. ماهر فايق صاحبك. ما تخليونيش نندم اللي اخترتكم انتوما زوز باش تكونوا لي بخومي ديتكتيف على القضية هذه. كبرت بعيد عليك. باش قامك لماهر؟ هذا مش كلامي، هذا اللي حاسه بيه بنتك. انا كانك عليا استنست ما عادش نلوج عليك. اما بنتك ما استحقت لك سيرتو في العمر هذا. انا تعبت وحدي. انا بدي تعب، نخدم نهار وليل باش تعيش العيشه اللي عايشينها. تلوم عليا البارح ما جيتش الحفله؟ مالك ما فما حتى سبب يخليك ما تجيش لحفلة بنتك. وزيد انا وياك نعرف علاش ما جيتش وفاش تشديت. برا ادخل احكي معاه شوي. بدخل. حبيت نقولك يعطيك الصحة اللي جيت لتفينا بكري. حبيت نرجع لك هذوما. شنو هما هذوما؟ الفلوس اللي خلصتهم على بابا في السبيطار. عملها معنا. ما عندي جاب باش نتكلم. شد فلوسك. هذا عليه جيت؟ ما نعرفش علي جيت. عندي ساعة ندور وحدي نلقى روح قدام بالدارك.
درموش كيفاش باش نعمل بلي بيه؟ نعرف ليه ارتاح من الطب والمرض، مالك كيفاش باش نعمل كي باش نروح مش مقاييس تانا فيا؟ عارف اللي مش باش يطول، كنت مغمض عيني على كل شيء. حتى كلمة طبة كذبت. خليني أمشي. وقعت خايف لي تبكي قدامي، عمره ما كان بكي ذا. حتى كان بكيت قدامك دموع مش بيرجعوا. يوسف كلنا في حالة كي من هذي تستحقوا شكون يقف معنا. قلت لي أنا معك مش باش غاديك. لمين راجلها كان شاكك فيها؟ حتى لهم راجل يعس عليهم يصورها مع بعض. بعد ما توفى تصاور قعدوا عندي، قلت بخليهم على ميادي. كان نهار مرتو حبت تضرني. المرا اللي تخدم عندها مش تعملون؟ هذيكم ريت صاور ليلى حديد وملك بن جعفر بريزنتي. نجم نقول عليه اني من شفتهم تصاور هذا بالزهر في قجار في دار عمل يوسف. قداش من مره نقول لك ما عادش نبيل عايشك في مكان في حسن. ثقتي فيك كبيره، اما كان انت تغلط انا نتحاسب. سحبت راجلك شد علينا تصاور وكان تلزم بوليسين نمشيو للفينغا من غير ما نحكيك على المشاكل نتاعي في الدار. عندك حل اخر؟ مشيك ما سالتوش شكون الطفله اللي تعانق فيه قدام الناس؟ فرح بربي توا وقته الحديث هذا. الراجل بوه مازال كي توفى وزيد بنا سيفا نسال فيه عايش. معناها تحب تقولي انت توا داخل ماكش تغليه؟ اما نخليني رايده عايش اختي. أنا في بلاستيك يوسف النحيم المخي حبال وطويل، وحتى اللي كان يظن عليه على العرس مش على روحه الله يرحمه. أنا ما عمري ما جبت لك على العرس، حكيت لك شو اللي حسيت بيه. أي بون كي نحكيو على الإحساس كان جاي يحبك راه نطق عنده برشا، وبلس أنت أحلى منه. أنت عمرك ما شفته، مين تعرف لي أنا أحلى منه؟ صاحبتي دونك سيغ أحلى منه. وبس فما شكون جاي يسأل عليك؟ يسأل علينا؟ شكون؟ هما صحيح ينجم يكون عنده مصلحة في متلمين، أما ما فما شيء يثبت عليهم التهمة حتى لتوا. تصور اللي حكي عليهم يوسف ما همش كافيين باش نحاسبوهم. كل الحالات تصور هذا ما همش بين يدينا باش نقدموهم كدليل. يعني حتى اللحظة أمل تبقى هي لو بخومي سوسبي في القضية. سي نبيل، باش ما نفهموش معنا بالغلط. أنا يعني كي شديت صحيح في تصاور مش باش نبرئ أمل، أنا نحب نعرف شكون قتل بقطع النظر على شكون. هذه مهمتنا الناس الكل، نبداو ننصبوا العصا على ليلى ومالك. يعني ماناش باش نحقوا معهم ونواجهوهم؟ يراقبوهم تحت حسم السخير، يا اما يتوتروا ويغلطوا ولا ياخذوا راحتهم ويكملوا حياتهم. في الحالتين باش يحصلوا. تشرب باش تنسى ماتر؟ إيبا فيكور توا اللي أنا هابيتوي هوني. وكل ما نربح قضية نجي نعمل كاس. دونك أنا نجي كل يوم. أنت أول مرة تجي؟ أنت ظاهر فيك ماخو في خاطرك مني بعد ما موكلك خذا مؤبد. فرحانة؟ نعرف فرحة أول مرة.
يا عندي بيوتو أمانة زادة متأكد اللي ماهيش باش تكون آخر مرة. شفاء خليني نكون صريح معاك يا مالك، حتى حد ما ينكر اللي أنت محامي ذكي، أما كما تعرف ذكي وحده في بلادنا ما يوصلش. أنا زادة كان جيت ماخو بنت جنيفان راني محامي كبير برشا ومشهور، أما الله غلب ما عنديش نساب كيما نسابك اللي خلاوك تولي سي مالك بن جعفر المحامي الكبير اللي الكبارات متاع البلاد هذي الكل يتمناو نهار يرافع عليهم ويشد لهم قضياتهم الكبيرة. أما ولا يهمك. وي عاوجي أصحابك عايتول. أنا مو عندي صحاب. أي سلام على مدام جنيفان. مش قلت لي باش نشمو شويه هوايه؟ فهمت علاش جبتني الوقت؟ حالتك مش متاع هواي، متاع ديفولمون، لازمك تفش غيدك. فش غيدي مع توما؟ شنو؟ ما عندكش ثقة في روحك؟ مش حياتك. مالي حكايت شنين؟ خمم في بوك. قبيلة وانت ما قلت حتى كلمة. ما جيتش باش نحكي، جيت باش نسمع. كان عندك ما تقول تفضل. ما تحبش حتى تغسل لي في عينيا؟ شوف أمينة، أنا نعرف أنت واخدة في خاطرك مني، وعندك الحق. على القيادة تسألني على سافرت كيف مشيت. ما نحبش نعرف، وحتى كان نعرف مانيش باش نسامحك. نعرف في قلبك أبيض وتعدي. شنو تحبني نعدي لك؟ اللي مشيت وخليتني نهار خطبتي، ولا على الخمسة سنين اللي ما سمعت عليك فيهم حتى خبر؟ تحبني نعدي لك اللي بكيته واللي حسيته الكل؟ قلي عارف شنو بالضبط؟ أنا سافرت باش نكبر روحي ونعيشك عيشة خير. أنا مستعد نعوضك على اللي فات الكل. أمينة استنى خليني زياد. إيش بيك وقفت؟ كمل العب. خذ. ميرسي. حطه على الطاولة. تحب تشوف شفيه؟ وديك صح. تذكروا كلموس اللي كنت ديما تريبيتيه بتاع فيفالدي؟ غلوريا؟ غلوريا وي. نجم تلعبوا؟ لعبتوا نهار الحفلة. كان هيدراك سماتو. باهي. باش
تشتغل برشا مشاريع. تعرفني قديش نحبك ونعزك. أما نهارتها بجد من شبك تجي. سيتي بلي فوكو مو. سامحني. عرفت لي هما على علاقة من وراء المرحوم، وفهمت من حديثهم اللي هما دلسوا الأوراق ولفقوا القضية لسلامين باش يدينوه ويدخلوه للحبس. ميرسي مدام هند، كونه هما الاثنين دلسوا الأوراق هذه معلومة بها برشا، نجم تعاوني باش نعرف الحقيقة. تيك صح، أما لفت لي مدام ليلى حديد محامي زوجها سي ملك بن جعفر على علاقة هذي، أنا شخصيا في بالي بها. بنتك حكيت لي كل شيء. بنتي ما عنديش بنية، أنا جبت زوز أولاد أحمد وأمين. أمل طيف مش بنتك؟ ما نعرفهاش سي يوسف.